بكل تأكيد لما نيجي نشوف فئات المجتمع اللي بتنتخب واللي ليها دور فعال على أرض الواقع في الاستحقاقات الدستورية واللي دايما كده شايلة الأسرة المصرية على كتافها، يبقى احنا بنتكلم على المرأة المصرية. المرأة المصرية نرجع بقى للتاريخ، بنضالها هي أول امرأة عربية أنهت الاحتكار الذكوري لحق التصويت، ونرجو ان الرجاله ما يزعلوش مننا لان ده حق احنا لابد ان احنا يعني حق مكتسب كده ولابد ان احنا ايه نتكلم عليه ونتك عليه شويه. اسست اول حزب سياسي نسائي عام 42 وحصلت على حق التصويت في دستور 56، والمراه بكل تاكيد هي الدعم الحقيقي لحق الاقتراع في الانتخابات الرئاسيه، صوتها بيصنع الفارق. ولازم بقى احنا نقف عند هذا الدور، وفي كل استحقاق دستوري بنشوف دور للمرأة، يعني الدور بيتحدث عن نفسه. معنا على هذا الأمر نتحدث فيه مع النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائبة صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني دور صعب ان حد ينكره للمرأة المصرية على مدار السنين وعلى مدار التاريخ. يمكن يعني حضرتك كمان اشرتي في المقدمة لكلام رائع جدا ان السيدات المصريات انهوا فكرة احتكار التصويت للرجل فقط. بالظبط. شفنا مشاهد عظيمة جدا جدا في الاستحقاقات الماضية، كان يعني خروج السيدات فيها كان مشهد هائل، ويمكن كمان كان بيدي درس لكل دول العالم ان المرأة مش في الصفوف الخلفية. اعتقد هي في الصفوف الامامية بنسب المشاركة بخروجها للتصويت، مش بس هي كمان المرأة قادرة ان هي يعني تكون عامل جذب لكل اسرتها ان هم كمان ومحفز ان هم كمان يخرجوا للتصويت في الانتخابات الرئاسيه او في اي استحقاق كمان بشكل عام. انا بحب يعني قوي يا سياده النائبه فكره انه المراه مش فقط بتمثل رقم في المعادله، لكن حقيقه على ارض الواقع هي عامل مؤثر. يعني هي اعتقد المحرك او الدينامو اذا جاز التعبير. طبعا يعني اعتقد انا لو جيت ابص على شكل الجمهوريه الجديده اللي احنا بنتمناها جميعا، واللي اعتقد ان جمهوريه مصر العربيه في طريقها يعني لاحداث تغيير بهذه الجمهوريه الجديده، بلاقي ان حق المراه في المشاركه السياسيه واستخدام حقها في التصويت والترشح وانها تقوم بقى كمان بدورها في العمل العام، ده افضل تمثيل للديمقراطيه سواء بقى يعني في المشهد العام المصري او سواء بما تقوم به رصد المنظمات غير الحكوميه، او يعني مؤشر دقيق جدا جدا. واعتقد ان في الفتره الاخيره كمان كان من اهم محاور الاستراتيجيه الوطنيه للمراه في 2030، اول محور اعتقد كان التمكين السياسي وتعزيز دور المراه. يعني اعتقد ان احنا فعلا لما يقال ان ده عصر المراه الذهبيه، اعتقد ان ده ما كانش من فراغ. لما الاقي ان بس اوقات لما الناس بتسمع تمكين عينهم بتروح شويه على القيادات بس مثلا، لكن حتى الست اللي في الريف بقى في تمكين بالنسبة لها، لأنه بقى في محو أمية وبقى في تثقيف، محاولات تثقيف بتروح لها لحد البيت. يعني أعتقد أن السيدة المصرية اللي هي والدتي وأهلنا وكل السيدات هم ما كانوش في مواقع قيادية قد ما هم كانوا في مواقع قيادية لينا إحنا كأسر. صح. يعني تشكيل الهوية المصرية وده دوره أقوى. طبعا طبعا تشكيل هويتنا وثقافتنا، يعني اكبر كمان الدوله المصريه ان هي تطلق برامج كتير جدا للسيدات، ان يتم اعلان ان في عام للمراه المصريه يزيد نسب مشاركتها في كل حاجه، سلطه تنفيذيه ومواقع قياديه سواء بقى مجلس نواب او شيوخ او كل الاستحقاقات. اعتقد ان خروجنا مهم جدا كسيدات، مش بس عشان هذه المواقع القياديه، عشان تشكيل الدوله المصريه ودورنا فيها في الفتره القادمه كمان. طيب بصي، انا مش عايزه افوت الفرصه ان انت معايا على الهوا، وتنسيقيه شباب الاحزاب عامله دور قوي جدا في الانتخابات، وانا عارفه ان انتوا عندكم غرفه عمليات خاصه بيكم. يعني يا ريت تنقل لنا الصوره وتنقل لنا شويه كواليس وملاحظاتكم كانت ايه على المصريين في الخارج وهم بينتخبوا، ويعني لو في برضو مؤشرات اوليه كده ممكن تطلعين عليها. طيب يعني خليني اقول لحضرتك ان
فعلا كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيقوم بدور هايل جدا في الاستحقاق الرئاسي الحالي، سواء من غرفة عمليات يعني بتقوم كخلية نحل على مدار 24 ساعة، هي المحرك الأساسي والرئيسي حاليا، سواء لصدور بيانات أو نسب، سواء لمحرك على الأرض لكل فئات المجتمع اللي موجودة. متهيألي إن مشهد الانتخابات الخارجية ساهمت فيه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها كانت من أهم مصادر إصدار البيانات على مدار ال 24 ساعة من خلال المركز الإعلامي الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وحتى الآن غرفة العمليات منعقدة يعني بشكل هائل جدا، بمجهود كبير، بتقسيم فرق عمل موجودة بشكل حقيقي لإصدار تقارير حقيقية للمجتمع المصري. وأعتقد إن ده أحدث فارق مش بس بين الشباب، ده كمان بين الشباب وبين كل فئات المجتمع. جميل، ما كلمتنيش عن المؤشرات. يعني خلينا المؤشرات في حينه، يعني كل في حينه، برضه علشان زي ما اعتدنا من كيان تنسيقية شباب الأحزاب ان يكون في مؤشرات دقيقة، ولكن خليني اقول لحضرتك ان المشهد في الانتخابات الخارجية الجميع شاهد، يعني بالصور وبالفيديوهات وبالمؤشرات من اهلنا اللي موجودين خارج الدول، ان احنا شفنا اقبال كبير جدا جدا من دول كثيرة جدا. يعني شفنا دول الخليج العربي خرجت بكثافة طوال الثلاث أيام الخاصة بالتصويت، شفنا دول إفريقية وأوروبية ورصدناها بشكل هائل جدا، والخروج كان مستمر فيها طول الوقت. أنا كان واصلني رأيي كده إنه هي المؤشرات في الخارج على وجه الخصوص تخطت التوقعات في الحشد والوجود وأيضا الإصرار على الاقتراع. بصي، يعني يمكن المواطن المصري حقيقي بالتجربة وبرؤية العين في المشهد السابق، أعتقد أن إحنا شفنا مشهد من جميع الفئات. يعني شفنا مرضى مش عارفين نتحيز يعني للمرأة في الموضوع ده لكل الفئات. والصراحة كمان يعني هو المرأة ستظل هي محرك أساسي للاستحقاقات، زي ما شفنا من بعد 30 يونيو حتى الآن. ومش بس بعد 30 يونيو، أنا لما باجي أذكر الدولة المصرية بذكر من بداية التاريخ بقى، يعني من حتى من التاريخ الفرعوني حتى الآن، أسماء سيدات مؤثرات في التاريخ المصري شكلوا يعني وجهة التاريخ. وأعتقد أن ده هيظل مستمر طالما في دعم للسيدة المصرية وبتنزل وبتحافظ على حقوقها. نائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبرضو أنا مصرة أن احنا ناخد المؤشرات منكم، بس إن شاء الله بعد ما نخلص الانتخابات في الداخل إن شاء الله يكون لينا لقاء من الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا.